السلام عليكم أصدقاء فاميليا في فيديو جديد. وأخيرا قررت أن أتطرق إلى جانب الراب المغربي إلى الراب العالمي، واخترت اللغة العربية ليفهمني الجميع. فلكل شخص يسمعني أول مرة، مرحبا بك في عائلة المافيا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. دخل كل من 6ix9ine مغني الراب الصاعد وسنوب دوغ مؤسس المدرسة القديمة إلى جانب ميك مايل في صراع على الانستغرام، حيث يتهم مغني الراب 6ix9ine الذي خرج للتو من السجن مغني الراب الآخرين بأنهم مخبرين لدى الشرطة، بما في ذلك سنوب دوغ. عودة 6ix9ine تستمر في إحداث ضجيج. للتذكير، أصدر مغني الراب أغنية جوبا التي مكنته من تحقيق أكثر من 43 مليون مشاهدة في 24 ساعة، والحصول على الرقم القياسي لأسرع فيديو راب شوهد على اليوتيوب. وهذا ليس كل شيء، فقد قام 6ix9ine بجمع أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت واحد على لايف انستغرام. منذ ذلك الحين استمر مغني الراب في التحدث كثيرا على الانستغرام، فقد نشر قصة يسأل المشتركين فيها: هل يجب أن أقول أي مغني الراب مخبر لدى الشرطة؟ لأنهم أخبروني بكل شيء عندما بدأت الحديث. بعد ذلك مباشرة هبط أمام التلفزيون يشاهد فيلما وثائقيا يوضح فيه 6ix9ine أن سنوب دوغ هو مخبر لدى الشرطة، ثم ترك 3 تعليقات موجهة لسنوب دوغ: مرحبا سنوب دوغ، دعنا نتحدث عن ذلك، أو مرحبا بك في العائلة، عائلة المخبرين لدى الشرطة. وفقا لـ 6ix9ine هناك وثائق تثبت أن سنوب دوغ فعلا مخبر لدى الشرطة، ولكن كما قال 6ix9ine نختار من نريد أن نتجاهله. من الواضح أن سنوب دوغ رد على ذلك بنشر فيديو موجه إلى 6ix9ine على الانستغرام، وفيه يطلب أسطورة موسيقى الراب أن يتركه وشأنه. اتهم 6ix9ine سنوب دوغ بخيانته لزوجته عبر نشره لفيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في نظري لا أنصح أي مغني راب من المدرسة القديمة أن يدخل في صراع أو في مشاكل مع أي مغني راب في المدرسة الجديدة، خصوصا 6ix9ine الذي لا يملك شيئا ليخسره، مع العلم أن نجمه ساطع وله قاعدة جماهيرية كبيرة قد يخسرها الطرف الآخر من المدرسة القديمة الذي معه في صراع. دعا كل من سنوب دوغ وميك مايل وسائل الإعلام إلى التوقف عن تغطيتها لـ 6ix9ine بعد عودته بأغنية جوبا. أظهر الاثنان إحباطهما على الانستغرام، حيث ذهب سنوب إلى حد القول تبا 6ix9ine. تشير صحيفة نقد لموسيقى الهيب هوب هيب هوب دي اكس أن 6ix9ine حصل على الكثير من الاهتمام لأغنيته الجديدة، حيث حصل على أكثر من 36 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على اليوتيوب. وكان جزء من هذا الثناء يأتي من صناع الموسيقى والمؤثرين على حد سواء. طفح كيل كل من سنوب دوغ وميك مايل عندما رأوا إليوت ويلسون مؤسس الراب ريدر وصحفي الهيب هوب الشهير يشارك غلاف أغنية جوبا في قصص القصيرة للإنستغرام الخاصة به قبل صدورها. كان سنوب دوغ منتقدا صريحا لـ 6ix9ine منذ فترة طويلة، لذلك ليس من المستغرب أنه كان غاضبا لرؤيته يعود مرة أخرى إلى الأضواء، حيث كتب سنوب إلى جميع وسائل الإعلام: يجب أن تتوقفوا عن دفع هذا الجرد. وأضاف: أنا في المدرسة القديمة أغتصب 6ix9ine وأمثاله الآن في نيويورك. كان لدى مايل أيضا كلمات قوية لـ 6ix9ine داعيا إياه إلى الاعتذار عن الأشخاص الذين أبلغ عنهم. في العام الماضي أقر 6ix9ine بأنه مذنب في جرائم الابتزاز وحيازة الأسلحة النارية وتهريب المخدرات، كما اعترف بأنه متورط في محاولة ضرب عضو عصابة منافسة له وإطلاق النار على زعيمهم. من الواضح أن هذه جرائم مروعة، ولكن من خلال التعاون مع المدعين العامين ورفض حماية الشهود حصل مغني الراب على موعد الإفراج عنه، ثم غادر السجن في وقت مبكر وذلك بفضل فيروس كورونا. منذ ذلك الحين حصل على عقد تسجيل ب10 ملايين دولار، لكن على ما يبدو برر 6ix9ine موقف كل من سنوب دوغ ومايل حينما علق على الانستغرام قائلا: إذا عاد فأر إلى المنزل وقام بجمع عدد كبير من المشاهدات أكبر مني سأكون غاضبا أيضا.
إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا رأيك في الكومنت. كانت معكم فاميليا، والسلام عليكم.